الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا كالعاده. كابتن ماهر كل سنه وحضرتك طيب وبخير. طيب وسط البرنامج بخير والشعب المصري كله بخير. عملت ايه في العيد؟ انا رحت الساحل الشمالي اتمزقت يعني. انا ما اتعورتش لا ابدا، ما اتعورتش وانا بلعب، اتعورت وانا مبطل بقى لي اكتر من 25 ميه. يعني كانوا بيوضبوا كده الريسبشن، وبعدين انا بعد صلاه المغرب داخل بقى بسرعه كده واخد بالك، وبعدين لقيت نفسي طاير، حسيت بقى بيده بالخلفيه اول مره، والركبه ضربت في الارض والضم فتحت مني. ما حصلتش واحنا بنلعب. والله الف سلام عليك. الحمد لله رب العالمين. يعني الف سلام عليك. كل عيد وانت طيب كده واسره طيبين يا رب. خلينا نتكلم في الحدث المهم، الاهلي وبيراميدز، مباراه مهمه، مباراه ليها طابع خاص، مباراه الجماهير الاهلاويه بتاخدها بشكل مختلف خالص، ان احنا خسرنا من فريق ما بتتكررش كتير ان تخسر من فريق مباراتين في الدوري العام، لكن انا دايما كنت بتكلم مع الجماهير ان المباراتين اخسرنا لكن احنا كنا متسيدين مباراتين، كانت في حاجات بسيطه ممكن نعملها، لكن تبقى المباراه مهمه جدا وصعبه جدا في الشكل العام. هو بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نبدا بمباراه بيراميدز والنادي الاهلي عايزين نحيي طبعا منتخب الشباب لكره اليد وفوزهم النهارده ميدو زي ما انت ذكرت في التقرير، ودول بيعتبروا نواه المنتخب اليد اللي هم مفرحينا في الايام المفترجه دي، فطبعا بنبارك لهم وبنحييهم ونقول لهم ان شاء الله باذن الله دول امل مصر ان شاء الله الفتره القادمه. اما بالنسبه لمباراه بيراميدز والاهلي في كاس مصر القادمه، عايز اقول لك يا ميدو، يمكن احنا معسكر اسبانيا افادنا بشكل كبير جدا في بدايه الموسم، يمكن الاستعداد للمعسكر من ناحيه فكر مجلس الاداره ومن ناحيه فكر كابتن سيد عبد الحفيظ، من ناحيه فكر الجهاز الفني، انك انت تروح وتعزل اللعيبه عن الضغوطات اللي كانت موجوده عليها كاس الامم الافريقيه، ومن اللعيبه المحترفين اللي موجودين او اللعيبه اللي كانوا موجودين في المنتخب، كمان مبادره جميله جدا انك انت خدتهم معاك للمعسكر. المعسكر ده المعسكر ده كان ليه عده عوامل مهمه جدا افادتنا بشكل كبير جدا. اولا قربت الجهاز الفني من اللاعبين، يمكن فتره مستر لاسارتي انه دخل الموسم اللي فات من قبل ما يجهز اللعيبه في معسكر، واخد بالك، معسكر يقفل فيه على اللعيبه والجهاز الفني. خلينا اقف عند الحته دي يا كابتن ماهر، لان دايما الناس بتقول لي لما بنيجي نتكلم في الموضوع يقول لي يا كابتن طب ما كان في فترات توقف كتير جدا كان برضه داخل في الاجواء مع اللعيبه، ولا المعسكر لما بقاش عندك ضغوط بيحررك شويه انك تدخل في اللعيبه بشكل اكبر؟ بالظبط، عشان بس نوصلها للناس. وعندك وقت ومساحه انك انت بعد كده هتلعب مباراتين المتبقيتين، فكان عندك وقت ومساحه انك انت تتعايش مع الفريق بشكل كبير جدا. وانت عارف يا ميدو، احنا كلنا عارفين ان فتره الاعداد بالذات لما بتبقى خارج مصر اللعيبه بتبقى مستمتعه بشكل كبير جدا، واللعيبه بتبقى محطوطه في وضع تركيز بشكل كبير، وفي نفس الوقت كمان بتحميك من الاصابات اللي احنا اتضربنا بيها الموسمين اللي فاتوا. قدرنا ان احنا نعالج بعض اللعيبه ونعرضها على الدكاتره اللي موجودين هناك في اسبانيا بشكل كبير، ويمكن قدرنا نخلص من الجزئيه دي. الجزئيه اللي كانت اهم انك انت ازاي تقرا بقى عقليته ومنتاليتي وفكر مستر لاسارتي مع اللاعبين اللي موجودين في خلال هذه الفتره، قربوا مع بعض بشكل جيد. واضح قوي من المعسكر ان هم دخلوا، عندك مساحات من الوقت تقدر تعمل فيها اجتماعات، تقدر تعمل فيها تحضيرات اذا كانت نفسيه او اذا كانت ذهنيه، عايز تتكلم على طريقه اللعب، عايز تتكلم على شغلك الفتره اللي جايه، لكن كان التركيز الاهم وهو المباراتين بتوع المقاولين والزمالك. اكيد التدرج بتاع المباراه الحبيه فرق معانا بشكل كبير. لما جينا مصر قابلنا المقاولين العرب شفنا شكل الفرقه، كان الحمد لله رب العالمين وصلنا بمرحله جيده من ناحيه التشكيله، من ناحيه الاداء، من ناحيه الدوافع، من ناحيه الفوز حتى وشخصيه البطل في مباراه المقاولين. اطمنا على مباراه القمه من خلال اداء المقاولين، الحمد لله مباراه القمه مع الزمالك قدرنا ان احنا نعمل مباراه كانت فيها يمكن ثلث ساعه او ربع ساعه الاخيره، كان فيها حاجات اول مره بنشوفها من مروان محسن، اول مره نشوفها من وليد، الحاجات اللي كان فيها كونتر اتاك بتتعمل بشكل جيد، وكانت بتمثل خطوره على نادي الزمالك. حصلنا على بطوله الدوري، ده التدرج اللي دخلك يا ميدو الموسم وانت يعني عندك ثقه نسبيه. مباراه بيراميدز زي ما احنا شايفين حصل تغيير بالنسبه للفريق. طب ايه اللي كان مقلقك في الفتره اللي فاتت يا كابتن ماهر؟ يعني لا. احنا خدنا الدوري وكسبنا الزمالك، شايف حاجات تقلق برضو ولا كان الموضوع بقى خلاص انت داخل دلوقتي مباراه بيراميدز انت عندك ثقه كبيره في اداء اللاعبين، ولا كان في نقاط كان ممكن نعالجها؟ يعني كان في سلبيات حضرتك شفتها
في يعني السلبيات قلت عن الاول. السلبيات بالنسبه للاصابات الحمد لله يعني دي قدرنا نخلص منها بشكل كبير. من الناحيه الفنيه يعني مباراتين يمكن مباراه المقاولين فنيه اكثر من مباراه الزمالك يعني كان فيها الجمل التكتيكيه كانت اعلى، الفرص التهديف كانت احسن، مع المفروض يحصل العكس بالظبط كده. مباراة الزمالك برضك مباراة قمة وبطولة خاصة، بس تلعب بأريحية وبتلعب وعايز تكسب، عايز تكسب الزمالك وعايز تكسب بطولة الدوري، فكان فيها نوع من ال يعني احنا كنا كسبنا الدوري خلاص. احنا خدنا الدوري خلاص قبل بالزبط. الزمالك بالظبط، فعشان كده بتكلم ان المفروض ان انت بقى مباراة تبقى الزمالك تبقى مرتاح نفسيا، الأداء يبقى أفضل من كده، يبقى أحسن من كده. لكن تملي المباراة القطبية بيبقى فيها نوع من العصبية، مبقاش ليها مقاييس بالظبط، نوع من الشدة، نوع من التركيز، فما ظهرناش بالمشهد اللي احنا ظهرنا بيه في مباراه المقاولين. تمام. النهارده بقى الامور بتختلف، بطوله ثانيه. طب مباراه قبل ما نروح لبيراميدز برضو، مباراه اطلع بره بطل جنوب او بطل السودان برضو شفتها ازاي؟ تكمله برضك المباراه بتاعه الدوري، مباراه افريقيا، احنا جمهورنا كله منتظر طبعا بطوله افريقيا بفروغ الصبر. تمام. محتاجين السنه دي ان شاء الله باذن الله ربنا يتوجنا بهذه البطوله. يعني اطلع بره من الفرق اللي مش مصنفه، جنوب افريقيا يمكن وافد جديد على الكره الافريقيه حتى الكره السودانيه. طبعا هو كان يهمه انه يلعب قدام بطل القرن، هو عنده دوافع وعنده ارتياحيه افضل، لان هو مبسوط وسعيد جدا انه بيقابل النادي الاهلي وعنده اسمه اسمه يطلع بره برضه يخد يعني. فاحنا كمان اتعاملنا مع المباراه دي يا ميدو، اخذناها بمحمل الجديه من بدايه المباراه، كان واضح لعيبه النادي الاهلي مركزه. اي نعم، يمكن احراز الاهداف من بدايه الشوط الاولاني ادانا ثقه بشكل كبير. واضاعه الاهداف كمان يعني احنا جبنا اهداف في اول الشوط الاولاني واضعنا برضك بعض اهداف. هسالك سؤال، يعني احنا بنتكلم الموضوع مفتوح زي ما متعود مع حضرتك، احنا هنتكلم موضوع مفتوح. كابتن ماهر همام مساك كان عصري ومساك اللي هو يعني يقول لك انا هلعب على كابتن ماهر امام ربنا يسترها. تلعب على وليد ازارو ولا على مروان محسن؟ العب على مروان، لان مروان يمكن ازارو عنده المميزات يا ميدو يعني اللي تتعب المدافع، السرعه، القوه، الالتحام، الغتاتة، غتت يعني بلغه الكوره. يعني وليد اصعب لي من مروان حريف لكن الحركه فيها نوع من البطء شويه، تقدر تلم بنفسك يعني، تقدر تتعامل معاه بشكل جيد. لكن تمام. اللي بيتعب الفرود اللي بيبعد المدافع او بتعب خط الدفاع كله بالظبط، الفرود السريع اللي هو عنده انطلاقات، عنده مساحات، الرخم اللي بيشارك في كل كوره، ده من بدايه المباراه كده يا ميدو بيثبت شخصيته، بيثبت عينيه الحمراء. يعني التملي بيبقى فيه مباراه بين الاثنين، يعني المدافع عايز ينقض عليه وعايز يمنعه، والمهاجم عايز يقول للمدافع لا انا هعدي منك بالزبط. وحعمل من خلالك بالزبط. مثلا اهداف او انت بتخاف من نوعيه حتى لو بيضيع كتير، حتى لو بيضيع، لان هو بيضيع يبقى بيوصل، يبقى هيجيب يعني، واخد بالك؟ فدي برضك من ضمن الحاجات. تمام. لكن ازارو يعني احنا ازارو في السنه الاولى لفت نظرنا بشكل كبير جدا ميدو، يعني بصراحه يعني، واطمنا ان احنا بقى عندنا فرود بالنوعيه دي، بالعقليه دي، بالمنتاليتي ده، بالخامه دي، السن الصغير. فتح لي كلامك كابتن ماهر جميل قوي، انا بحب اتكلم فيه يعني شخصيا. احنا شفنا ازارو لعيب فز زي ما احنا شفناه، يبقى هو لعيب كده فعلا بالظبط، صح بالظبط. يعني ما ينفعش نرجع نقول بقى ازارو وحش، لا ممكن نقول ايه، ازارو في حاجه مش مظبوطه نصلحها له. انا مش كده ولا حضرتك عندك بالظبط؟ انا بقول الحاجه دي في ازارو، يمكن اميده الاصابه اللي جات له يعني عطلته فتره كبيره جدا، وبعدين الضغط النفسي اللي وقع عليه من ناحيه الميديا، من ناحيه الفضائيات، ان ازارو بيضيع، ان ازارو عايز شغل، ان ازارو مش هو ده ازارو بتاع السنه الاولى. اللعيب برضه خد بالك بيسمع وبيتقال له ان في كلام مش كلام يرفعه، كلام بيحبطه. بسمع بالله، احنا كلنا دايما غصب عنك بالزبط. لو قلت حتى هبعد عن السوشيال ميديا تلاقيك ماسك التليفون غصب عنك، غصب عنك بالزبط. تشوف اخبارك الناس بتتكلم بالزبط. عليك ازاي. وبعدين برضك الترشيح لمنتخب المغرب ما جاش في الوقت
التوقيت المناسب بالنسبه له. يمكن خده مثلا بطيب اللي هو زميله في نادي الزمالك، ما خدوش هو، ما خدوش علي معلول، وعلي معلول فيمكن اثرت بشكل كبير جدا برضك. بس علي معلول عنده خبرات كبيره قوي ان هو يستحمل على بالظبط. يعني شخصيه معلول بقى دي شخصيه اللاعب الدولي اللي انت بتحبها، اللي انت بتتمنى اضافتها لاحتياجات النادي الاهلي. يعني علي معلول من ضمن الاضافات اللي النادي الاهلي قدر ان هو يعني يحسمها بشكل كبير جدا. والاضافه دي يا ميدو اثرت علينا، اثرت على خط الظهر، اثرت على نص ملعبنا، اثرت على الحته التلت الهجومي في حته الكورسات العرضيه، في حته الاهداف اللي بيجيبها علي معلول. يتعبك علي معلول لو بيلعب جنبك؟ لو بيلعب معاك يتعبك انت تبقى مساك؟ انت دايما شايف المكان عندك علي معلول على طول عند الجون. بالعكس ده انا ساعده جدا. جميل. لان انا بحب يعني اطرافي كده. اطرافي اللي تبدا الهجمه. جميل. اطرافي اللي عندها المرونه التكتيكيه زي سيد معوض. سيد معوض اخر سنتين دي يا مين لو تفتكر قبل ما يعتزل كان هو البلي ميكر بتاع النادي الاهلي، كان هو مفتاح اللعب، هو اللي بيفتح لنا، هو اللي بينقلنا. فالنهارده معلول نفس الكلام. جوارديولا بيستغل الاطراف بالزبط. زي ما حضرتك بتتكلم كده ان هو الاطراف اللي بتبقى جايه اساسا محدش شايفها هي دي اللي تلعب بالظبط. فمعلول من ضمن الصفقات اللي النادي الاهلي انا بحييهم بصراحه. هي دي الصفقه اللي تقدر تقول ايه يعني مؤثره وايجابيه في اداء النادي الاهلي. يعني معلول بيشارك بشكل كبير جدا في البطولات اللي النادي الاهلي حققها خلال هذا الموسم وان شاء الله والمواسم القادمه. فكنت اتمنى ان احنا محتاجين الصفقات دي، محتاجين الحاجات. يعني هنتكلم مثلا على فرجاني ساسي مثلا، هو من النادي الخصم بالنسبه لنا نادي الزمالك، لكن حاجه جميله جدا. يعني لعيب من ضمن اللعيبه اللي احب اتفرج عليها، لعيب مؤثر بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك العام الماضي. احنا كنا محتاجين حاجات زي كده ميدو تبقى اضافه للنادي. ده ما بيقللش من قيمه الصفقات اللي احنا قدرنا مجلس اداره وقدرنا اللجنه الفنيه ان هي تجيبها لنا. لكن اكيد ما هو انا عايز بس الفت نظر بس للساده المشاهدين على حاجه. كابتن ماهر امام بيقول لك ايه لما قلت له علي معلول يضايقك هو جنبك؟ قال لي بالعكس ده انا ابقى فرحان قوي. زي ما اتكلم برده على فرجاني ساسي، خلي بالك علي معلول كويس قوي عشان في ديفندر بيغطي عليه. بالظبط. في مساج بيغطي عليه. برافو عليك. في ممكن رمضان بيروح نازل عشان يدافع. ف يعني علي عشان يبقى في اسباب نجاح، في اسباب نجاح اللي هي الاسماء اللي انا قلتها دي. بالظبط. زي فرجاني. بالظبط. فرجاني مش هيبقى كويس غير لما يكون عنده ديفندر زي طارق حامد. ايوه. بيقول له العب براحتك. محمود علاء من خلفه بيقدر يعني مش عايزين يساعده بشكل كبير جدا في الحته الدفاعيه. بالظبط. فدايما النجم بيبقى فيه اسباب كبيره قوي بتساعده مجهوله للاسف. فالنهارده النجوم دول مؤثرين بشكل كبير جدا على اداء فرقتهم وعلى الشخصيه اللي بتتفرض بشكل كبير. يعني علي معلول انا بعتبره احسن لاعب في مصر هذا العام بصراحه. يعني هو ساعد بشكل, كبير جدا على نجاحات النادي الاهلي، وهو ساعد كمان بشكل كبير جدا على نجاحات الفرقه. ساعد زمايله بشكل كبير، عمل جبهه مع رمضان لو بيلعب قدامه، مع وليد لو بيلعب قدامه، مع أجايه لو بيلعب قدامه. تمام. يعني عنده رؤية بشكل كبير جدا بيقدر يساعد فيها يمكن الثلاث خطوط القدامانية بالنسبة له. يعني. تمام. خلينا نرجعك لكلامنا اللي هو القلق من إضاعة الأهداف. مع إن احنا كسبنا 4 أزارو بيضاع كتير جدا، لكن بيجيب حسام حسن. افتكر لو تفتكر اكيد حضرتك فاكر، والمشاهدين الكبار شويه زينا كده مش عايز اقول العواجيز يا شباب. حسام حسن قعد سنه كامله ما يجيبش اهداف. تفتكر كان في عزه قعد سنه كامله يا جماعه حسام ايه يا جماعه؟ كلنا كنا بنعشق حسام حسن. بالظبط. ازاي حسام ما يجيبش اهداف؟ وبعد كده رجع بقى هداف الدوري مره واثنين وثلاثه. بس السنه دي يا ميدو هو عوضها بقى ايه؟ بالمسانده والمساعده، وبقى محطه. يعني بص ذكاء حسام، يعني ذكاء اللاعب. انا بالزبط. ما بجيبش بس الحاجات بقى اللي هي التكميليه ليا اللي بتكمل موهبتي او بتكمل. انا مش موفق على الجول لكن اساعد وساند بقى محطه، يرجع يحط اللي متعب في المنتخب يجيب، يحط اللي جاي من تحت يجيب، واخد بالك؟ بقى يساعد بخبرته ده في الاخر. طبعا. لا انا بتكلم يا كابتن ماهر في عزه. في عزه قعد سنه مش جوان. سبحان الله. وحسام حسن. حسام حسن. حضرتك بتفضل اللعيب يعني مثلا ازارو ممكن يقول لك انتوا بقى هتقعدوا كل شويه تقولوا ما هتضيع خلاص مش هروح كتير. بيروح مثلا ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه والله العظيم اللي بيروح للجون ده موهبه كبيره جدا، موهبه طبعا. مش يعني مش تحركات، هو موهبه ربنا حاطط فيه ان هو بيعرف ازاي يروح للجون.
لان في كل المهاجمين بتتحرك لكن مش كل المهاجمين بتضيع كميه الفرص اللي بتضيعها ازارو. ولو حطينا مع احترامي طبعا انا بحب مروان محسن جدا لعيب فز كمان مروان، لكن لما تحط لعيب مكان ازارو مش هيضيع كميه الفرص دي بالظبط، لانه مش هيروح نفس العدد المرات اللي بيروحها ازارو. يعني هو ومروان مش محظوظين يا ميدو، خصوصا بعد رحيل عبد الله السعيد. يعني عبد الله قدر يقرا المهاجمين بتوعنا ويفهم واخد بالك وضعهم. مروان بيحتاج مثلا حاجات خاصه، مثلا حاجه تتلعب هاف كروس على 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 ضرب كره بالراس واخد بالك، بيحتاج مروان مثلا حاجه في رجليه يقدر يلف بيها، محتاج حاجه بيد عنه خفيفه كده يقدر يلف وهو بيروح يجيب منها اجوال. عبد الله السعيد كان عنده الامكانيات دي، ازارو بيحب المساحات يقدر يلعب له في مساحات واسعه يقدر يعمل له حاجات. نقف عند عبد الله السعيد، انت بتكلمني النهارده في كلام جاي من الساحل وفيا يا كابتن ماهر. عبد الله السعيد مع احترامي كبير جدا ليه، يعني انا بحب عبد الله على المستوى الشخصي. يعني عبد الله السعيد لما كان في الاهلي مع احترامي طبعا لكل النجوم يعني وكل اللعيبه، عمل اسيستات قد ايه؟ اسيستات عمل كتير جدا. لما راح بيراميدز ما عملش 10% من الاسيستات. ليه؟ لجوده لعيبه النادي بالظبط. برافو عليك، ان انا بعرف اروح له في مكان يعمل لي كروس باص بالزبط. يعمل لي ثرو باص بالظبط تمام. مش بقلل من عبد الله والله، بس انا بتكلم في حقيقه، في حقيقه كبيره جدا. كمان الناس كلها يقول لك اصل في مثلا لعيب فرق معانا ايا كان اسمه ايه لما مشي. لا، انا بقارن دلوقتي بالارقام، ممكن نجيبها بالارقام. عبد الله في بيراميدز ما عملش 10% من اللي كان بيعمله في النادي الاهلي لجوده لعيبه النادي الاهلي، اللي هو بيعرف يخلق المساحه او يتحرك في المساحه سعدون. او يبين له بالظبط كده. عنده كانت لعيبه بتوفر له الحاله الدفاعيه فما كانش بيدافع كتير، عنده لعيبه بتتحرك كويس فكان بيبقى سهل قوي يعمل كروس باص. فطبعا ما بقللش من دور لعيب كبير طبعا، لكن عندنا صالح دلوقتي. احنا ده سؤال مهم بقى يا ميدو. اتفضل. احنا محتاجين بقى الاسماء اللي هنتكلم عليها، صالح محتاجين ثبات انه يلعب. يعني الثقه بقى بتيجي من خلال اللعب، بيقدر هو يقرا الناس اللي قدامه. ده عنده سرعه اقدر احطها له في مساحه، ده عنده بطء اقدر احطها له في رجليه، ده بيجيد العاب الهواء اقدر احطها له على دماغه. صالح بيعمل بالظبط. فاحنا محتاجين بيألف كوره جديده بالظبط. محتاجين بقى صراحة الراجل اللي يشغل المكان ده يلعب عشان يبان. وقفشه موجود هيبقى في منافسه حلوه. قفشه نفس الكلام، يعني احنا جايبين قفشه من اللعيبه اللي عندها الحاجات دي برضك يلعب. ناصر ماه، ناصر ماه حاجه روعه كمان، حاجه جميله. فانا مش عايز اقلل من قيمه الولاد دول لان هم بالظبط. وفي احمد حمدي كمان، احمد حمدي عندهم من امكانيات بتاعه عبد الله السعيد، لكن يعني حظوظهم في حته تواجدهم بصفه اساسيه بتختلف يا ميدو. يعني مباراه اتنين وبعدين بص ما تلاقوش. لا، احنا محتاجين عايزين استمراريه وعايزين دعم يا كابتن. طبعا انا بتكلم بصراحه طبعًا. وعايزين دعم جماهيري للعيبه دي، لان انت بتتكلم في عبد الله السعيد كان 33 سنه. يعني عنده من الخبرات اللي مش عبد الله. من لما جه الاهلي ما كانش عبد الله. عبد الله لما جه من الاسماعيلي ما كانش عبد الله، اللي هو في الاخر اللي احنا كنا بنتغنى بعبد الله. لكن ناصر ماهر لسه كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاهلي، لسه لعيب صغير. احمد حمدي لسه لعيب صغير. دايما كنت بتكلم برده مع الجماهير في الحكم في البدايات. اصعب حاجه خصوصا لعيب الكوره انا احكم عليه في البدايات. دول يا ميدو بقى، دول زي ما بقول لك ما ساعدوش مروان بشكل ايجابي، ما ساعدوش ازارو بشكل ايجابي ان هو يروح للجول وان هو يسجل وان هو الثقه تبقى موجوده. التغييرات اللي حصلت في المكان ده اكتر من 3 مرات، يعني صالح بيخش ويطلع وبعدين يخش نصر ويطلع. الانسجام طبعا، الانسجام الانسجام بقى واخد بالك، مهم جدا الانسجام ده. عشان كده بنقول حتى لو لعيبه كوره كابتن ماهر، حتى لو لعيب كوره طبعا محتاج عشان يبقى عنده درايه وعنده رؤيه وعنده وفاهم اللعيب اللي قدامه بيحب الكوره فين. يعني انا صالح وهو مغمض كده يقدر يلعب كل الثلاثه اللي قدام براس الحرب. مين اللي بيلعب للتاني؟ يعني صالح اللي يلعب لي ولا انا اللي اخلي صالح يلعب لي؟ صالح اللي يلعب لي. صالح ولا انا اللي احركه؟ وانا كمان اتحرك في المكان اللي يساعد صالح ان يحط لي كره صح، يحط لي كره صح. يعني الاثنين مرتبطين ببعض. انا عايز كفيرود اتحرك لصالح صح، وفي نفس الوقت صالح هيقرا الكلام ده ويقدر يوصلني للجول بالشكل اللي احنا بنشوفه في معظم المباريات اللي بيبقى فيها متعه واثاره واخد بالك، وبنروح للجول بشكل كبير. احنا يمكن الفترات اللي فاتت ما كناش بنروح للجول كتير بسبب الحته دي، بسبب المكان ده.
يعني حتى اجاييه لما لعب في المكان ده عبد الله كان نضج يا كابتن، وكان وليد لعب في المكان ده على فترات حسسنا برضه بقيمته. لكن عبد الله كان وصل يعني لفورمه عاليه جدا 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 يعني مع النادي الاهلي، وحافظ بقى الدنيا يلا كل لكن حاجه. لكن المباراه بتاعت اطلع بره هنرجع لها تاني يلا يا ميدو يلا، كانت مباراة مهمة جدا، بتكمل سلسلة المباريات اللي احنا بدأناها بعد فترة الاعداد، بتدي لك ثقة انك انت تبدأ كأس مصر، انك انت عندك ثبات في التشكيل، عندك طريقة لعب بتلعب بيها، عندك جمل تكتيكية مستر لاسارتي بيحافظ اللعيبة فيها اكتر من بيراميدز، ان بيراميدز لسه عنده رحيل بعض اللعيبة، حوالي 10 لعيبة يمكن رحلوا، وبعدين يمكن جاب حوالي يمكن 11 لعيب. طب ما تيجي نقول اللي رحلوا واللي جم يا كابتن ماهر، اتفضل. يعني اللي رحلوا لعيبه مؤثره بشكل كبير جدا، يعني ما انا اقول برضو اللي جم عاملين ازاي يعني خلي بالك طبعا. انا ودي ناس اجيب ناس شكلها ايه برضو نقول يعني يمكن لو حضرتك معاك الاسماء اللي رحلوا معايا اللي رحلوا اتفضل. يعني قفشه طبعا اتنقل للنادي الاهلي، قفشه كان من اللعيبه اللي احنا شفناها من اللعيبه المميزه في خط النص، بلاي ميكر بيتحرك وبيجيد تصويبات اذا كانت ثابته او خارجه. عنده بينيفينتي ده اعير للنادي الفرنسي نانت الفرنسي. مهند لاشين انتقل لنادي الجيش، مهند برضك شفناه كان مهاجم من ضمن المهاجمين المؤثرين في خطوط. شريف دابو انتقل لنادي انبي، ما شفناش شريف دابو ده كتير يعني، بس شفناه مع علي مهل كان لعيب مميز يعني واخد بالك. كينو طبعا من اللعيبه نجم الفريق اللعيب الموهوب اللي شفناه عمل شكل واداء لنادي بيراميدز في خلال السنه اللي لعبها. محمد رزق انتقل الى نادي محمد رزق برضك شفناه على فترات، يعني لعيب كويس في نص الملعب. ناصر منسي مهاجم من ضمن المهاجمين المشاكسين، كان بيعتبر البديل على طول الشوط الثاني بيشركوه. عمر الميداني السوري برضك شفناه من اللعيبه يمكن اللي كانوا طيب مؤثرين. مين المؤثرين قوي يا كابتن ماهر لحضرتك شايفهم في الاسماء اللي راح عليهم؟ يعني انا شايف كينو شايفه قفشه وقفشه اثنين. تعالى بقى قول لي بقى اللعيبه اللي جت، يعني الصفقات الجديدة دودي الجباش، شفنا دودي قبل كده في وادي دجلة مهاجم عنده خبرات احترف بره ورجع. محمد عطوة من الرائد السعودي مدافع، ما شفناش محمد عطوة يعني لسه مش عارفينه. طارق طه من الإسماعيلي ظهير أيسر، يعني ظهر مع الإسماعيلي الفترة اللي فاتت على فترات من الباكات يعني. إبراهيم حسن من الزمالك، ابراهيم برضك شفناه في الاسماعيلي لعيب كويس قوي، لكن مع الزمالك كان حظوظه اقل بشكل كبير. ماشي. احمد علي طبعا مقاولين مهاجم هداف الدوري، خامه برضك من خامات المميزه بشكل كبير، مكسب لبيراميدز. جون انتوي شفنا جون مع المقصه برضك لعيب مؤثر بشكل. اسلام عيسى وسط ملعب المصري، وسط ملعب بيراميدز برضك من اللعيبه المميزه. محمود حماده من اللعيبه الواعده بقى، شفناه في الانتاج الحربي مع كابتن مختار، لعيب استفاد كتير جدا مع كابتن مختار عن المقص. طيب لو قررنا بقى الاسماء يا كابتن ماهر هنلاقي الاسماء اللي جت اقوى من اللي جت يعني اللي جت انا شايف كينو بالظبط. كينو واحنا قلنا قفشه هما الاثنين اللي مميزين، يعني هما قدروا ان هما يعملوا برضه اربع صفقات ممكن فيهم من الصفقات. ابراهيم حسن، احمد علي، ابراهيم حسن، اسلام عيسى بالظبط بصراحه يعني واحد اتنين تلاته اربعه كبيره جدا برضو. خمس لعيبه ممكن يبقوا من اللعيبه المؤثرين بشكل بشكل كمان عملوا صفقه تقيله جدا المدرب يعني لو جينا لو جينا للراجل المدرب برضك من المدربين الواعدين اللي احنا شفناهم يمكن مع الاسماعيلي، كان عنده جرأه وقرار ان هو حتى في عقده حاطط لو جاله منتخب من منتخبات افريقيا ان هو ممكن يقدم اعتذار نادي الاسماعيلي. يعني الفتره اللي اشتغل مع الاسماعيلي فيها حسينا بقيمه مدرب يعني بالظبط، اولا شخصيه والشكل والاداء والتنظيم داخل الملعب، حتى تصريحاته الطريقه كلامه في التصريحات كمان تحس ان فيها ثقه. لما راح بقى منتخب اوغندا اميدو حسينا فعلا بقيمته، ان هو فعلا كان عنده حق، ان هو كان عنده تطلع كبير قوي ان هو يمسك منتخبات، ويمكن منتخب اوغندا من ضمن المنتخبات اللي ما كانتش مصنفه، لكن عمل شكل كبير جدا لمنتخب اوغندا شفناه في كاس الامم الافريقيه في مصر،
حسينا كده بقيمة منتخب فعلا من ضمن المنتخبات الواعدة اللي جاية خلال السنتين الجايين في أفريقيا. بيقلقك الاسم اسم المدرب بيقلقك شخصيا؟ أكيد أكيد. يعني لو مدرب ولعيبة عادية ولا لعيبة جامدة ومدرب عادي، إيه اللي يقلقك أكتر؟ هو عامة في التدريب بالذات مدرب ولعيبة قليلة وهو يصنع الفارق بتتحسب للمدرب بشكل كبير جدا. لكن ايه اللي يقلقك انت؟ لكن يقلقني ان تبقى لعيبه مثلا حتى لو مدرب عادي مميزه ولعيبه عاديه، اللعيبه المميزه تقلقني. لو معاهم مدرب عادي؟ لو معاهم مدرب عادي مش هيقدر يفيدهم، هم هيفيدوه اكتر، هم اللي هيحطوه اكتر، هم اللي هيصنعوه اكتر. تمام. فحتى في الكره الحديثه حتى ممكن في الكلام ده مثلا ابقى معاك قوي لو في الكره مش بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، اللي هي كرة بقى لغة المدربين ولغة التكتيك ولغة الأرقام في 3 4 3 4 2 3 1، بقى فيه فكر تدريبي دلوقتي منتشر. أكيد. إحنا شفنا كرة حديثة في كأس أمم أفريقيا ميدو، شفناها يمكن على شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، غرب أفريقيا، كل منتخبات شفناها الكرة الحديثة من ناحية الكوتشات، من ناحية اللعيبة كمان. يعني شفنا النهاردة اللعيبة الأفارقة متعونا في كاس افريقيا بالذات، يعني بالظبط شمال افريقيا بقى على راسهم طبعا يمكن الجزائر، شفنا حاجات جميله جدا جدا من المدرب الواعد الجزائري مع فرقته، عملوا شغل يحسب للجزائر بصراحه. منتخب الجزائر من المنتخبات اللي انا بكلم حضرتك عليهم اللي هم لعيبه تقيله قوي ومدرب بالزبط. اعتقد ان هو يعني خد اكبر بالظبط، يعني انا شايف ان هو خد اكبر ساعدوه بشكل كبير جدا اللعيبه. شايف محرز كان مكسر الدنيا جول اللي طلعه النهائي في فاول في اخر ثانيه، يعني من حضرتك بتتكلم عليهم برضو فرقه كبيره قوي بتساعد المدرب ان هو اسمه يكبر. اكيد هنتكلم عليه، وده كانت اكبر تجربه الجزائر. لكن اوغندا بنتكلم على اسم كبير مع مدربين مع لعيبه عاديه. بالظبط ده الفرق، بالظبط ده الفرق بين الاثنين بشكل لكن واضح. لما تيجي تختار هتختار الكوتش مش هتختار الكوتش العادي. انا بحب الهيد كوتش، يعني مثلا اختياراتنا كالنادي الاهلي في 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 جيل السبعينات مثلا لما جه دوكوتي 7 سنين، يعني كانت الكوره في مصر يعني سخن وقسم زي ما بيقولوا، يعني ما كانش فيه الاحترافيه اللي موجوده، الفكر اللي موجود حاليا. تمام. بفكره هو قدر يعني ينقلنا نقله، لما جه فايسا نقله اكتر في الثمانينات، دخلنا في التسعينات يمكن مدربين المان غير مصنفين، لما جه مستر مانو جوزيه خلاص بقى يعني تقدر تقول رحنا للعالميه. فانت ان مانو الجوزيه اللي ودانا للعالميه ان هو اتعامل مع شخصيه الاهلي، اتعامل ان انا مدرب الاهلي، شخصيه المدرب نادي كبير جدا بحجم، انا بقول لك سبب رئيسي في نجاحه ان هو اتعامل ان هو انا مدرب نادي الاهلي. ايوه. وانتوا لعيبه النادي الاهلي، صح، انتوا جمهور النادي الاهلي، انتوا اللي خدتوا كل البطولات وكسرتوا كل الحواجز، مفيش حاجه عندكم مستحيله باذن ربنا طبعا، فتعامل كده. هو اتعامل كده فكان بينزل يكسب اي حد، وهو ذكي كمان شكله الفني أكيد. هو ذكي جدا كمان لانه ارى ان الاداره بنفس الشخصيه بالظبط، يعني اداره الكابتن حسن حمدي والكابتن محمد الخطيب وقتها كانوا بنفس الشخصيه، الشخصيه موجوده بالزبط. دلوقتي فهو كمان اتساعد ان انا عندي مجلس اداره بالشخصيه دي بالفكر ده بالظبط كده. ما انا احييك جدا على الكلام، مش السلسله ما ينفعش عقله تطلع، لا لا لا. وبعدين ربنا وفقه كمان بلعيبه على اعلى مستوى من الاجيال اللي مش هتتكرر. هو كان كمان ذكي جدا، هو عايز بطولات، عايز يعمل اسم النادي الاهلي، ما ينفعش من غير بطولات بالظبط. فانا هجيب ان شاء الله لعيبه جابني قعدت سنه وشويه ومشيت، جاب مش عارف مين قعد، هو بياخد اللعيب عايزه في حاجه وشكرا. يعني حتى من ضمن الاختيارات كمان كان ذكي، الاختيارات يعني شاف الاختيارات من خلال شغله شخصية. خلال مبارياته قدر يعرف ان ميدو في الحته الفلانيه ان انا هحتاجه في الفتره دي، يجيب ميدو بركات في الحته الفلانيه هجيب بركات، يعني واخد بالك شخصيه مش طبيعيه يا كابتن ماهر، بالظبط شخصيه ما شاء الله عليه شخصيه. فنجاح المنظومه كله ساعد بشكل كبير جدا اللي احنا رايحين له دلوقتي مع كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. بالزبط. ده اللي احنا بنعمله زي مرحله مانو جوزيه، ان فعلا مجلس الاداره قدر ان هو يختار كابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي ومشرف على الكوره، قدر يختار العناصر المميزه 6 7 لعيب اللي اضافوه لنا في المرحله الانتقاليه الشتويه، وهم دول اللي عملوا لنا الشكل وعملوا لنا الاداء اللي احنا وصلنا بيه لحد مباراه قطبي الكره المصريه مع الزمالك وحصولنا على بطوله الدوري العام. النهارده حصل لنا نقله ثانيه بقى في الملف الثاني اللي هو كاس مصر، بدأ جمهورنا الاهلي
متشوق بشكل كبير جدا، مستني المباراه دي، لان المباراه دي مش عايز اقول بلغه الكوره فيها رد اعتبار. انا علقت على الكلمه دي، احنا بنرد اعتبارنا ان احنا بناخد البطوله كلها. بالظبط، اكسبني يعني واخد البطوله. يعني المباراتين خسرنا قبل كده وده صعب على النادي الاهلي قوي، فالمباراه دي بيبقى ليها دوافعها، ليها نقلتها كاس مصر، بطوله تانية للنادي الاهلي. كمان هتطمن الجماهير ان انت بتلعب فرقه كبيره باسم بيراميدز، فرقه كبيره يعني لعيبه تقيله ومدرب تقيل، هيبان بقى شكلك الحقيقي. بالظبط، وهيبان كمان طبعًا فكرك انت كمدير طبعًا فني مع اللعيبه اللي ما شاء الله اي مدير فني يتمناهم. انا وفرت لك كل حاجه، وفرت لك استقرار، مع ان الناس كانوا بيقولوا لا الشكل الاداء الفني، لكن الاهلي متعود دايما ان هو يوفر مدرب استقرار. وانا بحيي بصراحه الكابتن محمود الخطيب، حتى لو انا كنت مثلا لا عايزين شكل فني اكبر، لكن بصراحه هو ده شكل الاهلي، ان انا ادي للمدرب بتاعي كامل فرصته، بحيث ان انا لما اقول له شكرا جدا يبقى انا ما قصرتش معاك في اي حاجه، انت كامل فرصتك، طلع لي بقى جبت لك كل العناصر اللي بيحتاجها اي مدرب، فاديني بقى اللي انا حتى يعني ثلاث ارباع اللي انا اديته لك. لو ربنا ما وفقك شكرا جدا، انت خدت كامل الفرصه، حتى المدرب كان ما يقدرش يتكلم ولا شكرا جدا بصراحه انا اللي قصرت. وهم نجحوا اداريا يا ميدو، يعني هم نجحوا اداريا ووصلوا لك الجزء اللي انت طالبه او اللي انت محتاجه في حته العناصر المميزه. الحته الفنيه بقى ده دورك انت، الجانب الفني ده دورك انت، انت اللي هتحسم عليه. انت حققت بطوله الدوري العام، مطالب ان شاء الله باذن الله بطوله كاس مصر، وانت شايف ان مجلس اداره النادي الاهلي تملي عنده الصبر والمصابره، ان هو ما بيشتغلش بالقطعة، عارف انه في الاخر حق الراجل ان هو يروح لنهايه الدوري وبعد كده يبقى في حساب بيننا وبين الجزاء. لكن طبعا ان البطوله لضمت، مجلس الاداره صبر على بلاوي طبعا، فنصبر على نصبر تاني. والبطوله لضمت بقى، خد بالك كاس مصر في الدوري، فمن ضمن الحاجات اللي المجلس هيصبر فيها على مستر لاسارتي. أكيد. لكن زي ما انت قلت، المباراه فنيه بعد التدعيمات الجديده للبيراميدز وبعض اللعيبه المميزه اللي بتصنع الفارق كانت مع فرقها، انضمت لبيراميدز بدوافع جديده، فاكيد هتبقى مباراه فنيه. انا شايف هتبقى مباراه فنيه في منتهى الصعوبه علينا بشكل كبير. بالظبط، ازاي يتعامل بقى فيها لاسارتي؟ زي ما قلت لك، انا المراحل اللي احنا يعني ذكرناها في الاول لحد مباراه اطلع بره، واضح ان لاسارتي بقى عنده ثبات بالنسبه للتشكيل في الثلاث خطوط. تمام، الثبات ده هيبقى عليه في مباراه بيراميدز. اختار لي اثنين مدافعين كده يا كابتن ماهر. يعني انا شايف فجأة كنا في يعني عندنا ما شاء الله دلوقتي الحاله الدفاعيه ما شاء الله. انا عندي رامي، انا شايف رامي يعني برضك من مكاسب النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. رامي من اللعيبه يا رب رامي من اللعيبه الخبرات الجميله، كان مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي. رامي الحمد لله اطمن عليه في المباراه اللي فاتت بشكل كبير. انا عندي ايمن اشرف كمان بيجيد الحته دي كمساك تاني، ويقدر ينطلق لو معلول طلع يقدر يغطي، يقدر يطلع مع معلول. انا شايف ان ايمن اشرف كمان من ضمن المساكين اللي السنه اللي فاتت بحييه على ادائه مع منتخب مصر كان، ومع النادي الاهلي مكسب كبير جدا لينا ايمن اشرف. دول الاثنين مساكين نقدر نعتمد عليهم في بدايه المباراه، من ضمن الثوابت اللي بيعتمد عليها مستر لاسارتي في مباراه زي مباراه بيراميدز. مكان المساك يعني عندك رامي بيجيد اللعب ناحيه اليمين. مكان المساك يعني لو لعبت مثلا ناحيه الشمال ومثلا ومتولي ناحيه اليمين بيفرق في ادائه؟ لا والله يا ميدو، انا يعني مش عارف، يعني هي بتفرق معايا من اشرف بس عشان بيلعب برجله الشمال. اكيد طبعا بتفرق مع اللي بيلعب برجله اليمين عشان يلعب ناحيه الشمال. لكن عادي، انا بحس ان عادي يعني حتى انت لو نقلنا مثلا رامي ناحيه الشمال مكان ايمن اشرف ومتولي ناحيه اليمين عادي، خد بالك يعني ما بتفرقش. انا بتفرق، انا بسالك حضرتك كمساك. لا ما بتفرقش، ما بتفرقش يعني، لكن الاحسن ان انا لاعب اشول. اوقات انا ما كنتش بلعب برجلي الشمال، باجي ناحيه الشمال راس الحربه راح بيا الناحيه دي، لكن الافضل لو عندي مساك برجلي الشمال. يعني بتبقى ممكن مريحه شويه او بتريح شويه، لانه كمان هيغطي على الباك. بالظبط، ويقدر برجلي الشمال يلعب مع الباك، يقدر يلعب مع الجناح، يقدر يلعب مع الوسط الشمال. محمد يوسف اللي هو مساعد المدرب، المدرب العام، بالظبط كان بيجيدها بشكل كبير جدا في الجزئيه دي، واخد بالك؟ لعب معانا في انبي بصراحه يعني. فأيمن بيريحك في الحته دي. المهم في الحاله الدفاعيه ان انا اراقب صح وما يجيش فيا، بيلعب برجله الشمال بقى برجله اليمين، بيلعب بدماغه وبيلعب على الارض. المهم دي
يعني حضرتك بترشح ايمن اشرف ورامي تمام. انا شايف ان دول افضل اتنين في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. يعني اتفضل بقى كمل. عندنا محمد هاني ناحيه اليمين، وعندنا معلول ناحيه الشمال، طبعا الشناوي في حراسه المرمى. تمام، يعني ده 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 الشكل اللي ممكن نبدا بيه بشكل كبير. تمام. وبعدين عندنا ياسر فتحي، وبعدين عندنا السلية، دول يعني الاثنين اللي لعبوا. حمدي فتحي، اسف، حمدي فتحي، حمدي فتحي. تمام، انا قلت لعيب جديد طلع ياسر. انا ياسر بتكلم على السردباكات فافتكرت ياسر. حمدي ياسر ابراهيم، حمدي والسلية، هم دول يعني انا شايف انه افضل اتنين يبقوا موجودين في الجزئيه دي. وبعدين ناحيه اليمين هيبقى حسين الشحات ورمضان صبحي، وبعدين صالح بلي ميكر، صالح هيبقى مكان تسعة. المكان ده. وبعدين هيبقى ازارو مكان 10 كراس حرب. ده الثبات اللي احنا بنلعب فيه يمكن لسارتي بقى له فتره بشكل كبير جدا، والثبات ده بيساعدك على انك انت تقدر تنفذ الجمل التكتيكيه اللي احنا بنتكلم عليها، اذا كانت على الاطراف او اذا كانت من العمق او اذا كانت من قدام او كور الثابته اللي احنا بنشتغل عليها بشكل جيد. لو حضرتك مكان لاسورتي او مثلا قاعد معاه، ممكن تقول له يدفع بقفشه، يدفع قفشه تحديدا، قفشه عنده دوافع كتير جدا في مباراه بيراميدز ان هو ما خدش او ما لعبش الوقت الكافي في بيراميدز، لعيب كويس كان حاسس ان هو مظلوم، كان عايز فرصه لعب، جه النادي الاهلي بقى اللي هو كان اقصى طموحاته من زمان، لان مجدي قفشه انا مرنته كان نفسه او حلم حياته ان هو يروح النادي الاهلي، ممكن تديله في جزء في مباراه زي كده؟ ممكن تستفيد من الدوافع يعني اللي ممكن عنده. لكن كبدايه هتبقى صعبه، يعني دول اللي اشتغلوا معايا الفتره اللي فاتت، فتره الاعداد والمباريات الحبيه. طب ليه يا كابتن ليه صعبه؟ انا جايب لعيب كوره. ما هو ده شغل الاجانب ميدو، اللي هو بيحاول يثبت تشكيله واخد بالك عشان ياخد منها اكتر حاجه. طب ما جوزيه كان يجيب لعيب يلعب من ناحية فنيه ومن ناحيه تكتيكيه. يعني لعيب يلعب جوزيه على طول. انت جيت النهارده تلعب في المعسكر بكره، رؤيه جوزيه يمكن اعلى شويه من لاسارتي في الجزئيه دي. تمام، واخد بالك. لكن المانع ان انا ممكن ياخد مثلا، انا قصدي تستغل الدوافع اللي عندك. يعني انا لو ما استغلتش مجدي قفشه في مباراه زي بيراميدز، هو اكيد هينزل يكسر الدنيا. عشان انا جيت الاهلي وانا كنت عندكم ما بتلعبونيش اساسا، او بلعب جزء او بلعب فترات. فيعني لو كده، لو حضرتك مكانه ممكن تديله جزء ولا هتخليك في القصه بتاعتك؟ لان هو التعرف على قفشه بيبقى مفروض من معسكر اسبانيا. يعني انا جايبه عارفه، يعني من معسكر، وبعدين المباريات الحبيه، وبعدين اشترك معاه مثلا في مباراه المقاولين، اشترك معاه في مباراه الزمالك. عشان ما لحقش يروح المعسكر والكلام ده كله. فهي برضك يعني صعبه على المدرب، لان انت بتلعب في مباراه ما فيهاش تعويض. بالظبط، فبتلعب مباراه كاس مصر. بالظبط، وطالب انك انت تكسب عشان تعدي الدور اللي بعد كده، والمباراه تحديدا كمان. فالنهارده مش هيبقى في ريسك بالنسبه للمدير الفني في بعض الاماكن اللي ممكن ما تدينيش النتائج اللي انا عايزها. بالظبط، او المطلوب اللي انا عايزه. لكن المطلوب اللي عايزه لاسارتي من دول موجود، ان انا عندي دوافع وعندي لعيبه جاهزه وعندي ثبات في التشكيل وعندي لعيبه حافظه الفكر اللي انا عايزه، الجمل التكتيكيه اللي احنا شغالين عليها، واخد بالك. العيوب اللي موجوده في بيراميدز، الايجابيات اللي موجوده ازاي ان انا احاول ان انا امنحها احافظ عليها، كل الحاجات دي بتبقى اعداد ذهني ونفسي للمدير الفني مع اللاعبين قبل المباراه. تمام. لكن اكيد طبعا هو عنده من الورق اللي موجود على الدكه يقدر يدفع بيه منهم قفشه، زي ما احنا بنتكلم انا وانت، يعني ممكن يدفع بيه عنده كل حاجه في النص ساعه الاخيره، يعمل لي فارق بشكل كبير جدا في تكتلات مش قادرين نخترقها. مجدي قفشه عنده، هكلمك هيتعامل دي صبر ازاي مع هذه المباراه، بس بعد ما نخلص جزئيه لاسارتي هيبدا ازاي المباراه؟ هيبقى فيها شكل توازني؟ هل هيضغط على الخصم على طول؟ هل هيستغل دوافع اللعيبه ان هي واخده دوري عام، كسبان المنافس التقليدي ليه، كسبان مباراه افريقيه حتى لو كانت سهله، ممكن يعمل كده ولا هيبدا المباراه بتوازن نوعا ما؟ هو التوازن ده موجود اكيد 100%، بس تمام. بيختلف الانطلاقه، البدايه اللي احنا بنتكلم عليها. يعني نتمنى، احنا نقول ايه؟ احنا عايزين نضغط على خصم من قدام، نتمنى. بالزبط. لو سالت اي حد من جمهور النادي الاهلي حتى من الفنيين يقول لك ايه؟ نضغط على خصم ربع ساعه، يعني مهم قوي، لان ده شعار
احنا متورثينه والسيستم احنا متورثينه طول عمرنا. النادي الاهلي بينزل يميده يضغط على الفرق. الجس النبض ده يعني بعد كده، يعني بعد ما اضغط على الفرقه وادي احساس ان انا بحطك في التلت الاخير وضغط عليك عشان اغلطك، ونتائج واخبارها ايه؟ والله لو الربع ساعه دي جابت النتائج دي، ايه المانع ان انا اكمل؟ تمام. ما جابتش، ايه المانع ان انا عندي التوازن بقى اللي احنا بنتكلم عليه؟ تمام. ان انا ارجع بعد الهجمه وابدا الم ثلاث خطوتي وابقى قريب من بعض. وبعدين في اوقات زي مباراه الزمالك اخر ربع ساعه تلت ساعه استغنينا الحاجات المرتده، ودي كانت جديده علينا. الحاجات المرتده اللي رمضان صبحي راح بيها مرتين ولعبها بالعرض وبعدين طلعت وكانت ممكن تمام تبقى تمام. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بيقدر يعتمد عليها المدرب من خلال الاستراتيجيه بتاعته. لكن مهم جدا انك انت تقسم المباراه 90 دقيقه. يعني كل الناس ما شاء الله، يعني حتى رجل الشارع لما تساله، حتى في الفرق الكبيره كابتن ماهر يعني مطلوب في الفرق الكبيره ان هي تقسم المباراه. طبعا. ولا الكلام ده لما تلاعب فرقه كبيره تقسم عليها المباراه؟ لا، مع الفرقه الصغيره او الفرقه الكبيره الاحترام متبادل موجود. مهم ان انا احترم الفرقه، وبعد كده يبقى انا اسلوبي في استراتيجيتي وادائي للمباراه ان انا منها الضغط على الخصم. تمام. فالنادي الاهلي طول عمره مميز بالحته دي. يعني من ضمن الحاجات اللي مستر مانويل جوزيه اضافها للنادي الاهلي الضغط على الخصم والاستحواذ، ثم البساط بقى اللي احنا اتشهرنا بيها. بالزبط. التدوير ده 12 13 14 15 نقله وبعدين ثغره تبدا تتحط فيها. هي دي الحاجات اللي كانت بترعب الفرق من النادي الاهلي. بالزبط. الضغط على الخصم بكل اساليبه، اذا كان فردي او جماعي، من قدام او من نص الملعب او من التلت، وبعدين الاستحواذ اللي احنا كنا مشهورين بيه، البساط 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 اللي بتدوخ اي فرقه. وبعدين تبان لك الثغره بأميده من العمق، اقدر اخش من الطرف، اقدر اخش من الكروس، اقدر اخش. التدوير بيخلق مساحات. بالظبط. اكيد اكيد. طب تعالى نروح لديساب، هي مباراه كبيره جدا، مباراه بيبدا بيها الموسم بتاعه قدام نادي الاهلي. اي مدير فني يحلم بكده؟ ممكن مدير فني تاني يخاف، لكن ده اكيد بيحلم بكده لانه مدير فني كبير عنده خبرات كبيره، شاف الدوري المصري قبل كده، ماسك منتخب، عمل بيه شغل، اكيد سمع ردود الافعال عليه وعلى شكله الفني، فاكيد بيحلم ان هو يقابل في اولى مبارياته في الكاس او في الدوري الاهلي. ممكن يتعامل ازاي يا كابتن ماهر؟ هل هيخاف ويلعب دفاعيا في الاول؟ هيامن؟ هل هيفاجئ النادي الاهلي؟ لا، هو سعيد طبعا انه هيقابل قدام النادي الاهلي، سعيد انه هيقابل فرقه كبيره بقبه النادي الاهلي. هيظهر شكله الفني بالظبط كده، والسكسيه بقى اللي هو يعني اي نتيجه ايجابيه بالنسبه له طبعا هترفع من اسمه بشكل كبير. بالزبط. وهو برضه خد بالك من المدربين احساسي كده ان عينه على النادي الاهلي، يعني هو حابب ان هو يعني مروحه من اسماعيليه لاوغندا، وبعدين مجيئه من اوغندا لبيراميدز، هو اكيد في شخصيته كده في حسبانه، انا طب عايز انول قياده النادي الاهلي دي هتفرق معايا بشكل كبير جدا. فاكيد اكيد من ضمن الحاجات اللي بيحلم بيها ان هو عايز يبقى بالظبط يبقى موجود في النادي الاهلي. فهو اكيد طبعا هو مستو وشخصيته ان هو بيحافظ بسرعه، بيقرا بسرعه. شفناه مع اوغندا، حتى مع منتخب اوغندا عنده اسلوب في لعبه ان هو بيتحفظ بشكل كبير، يعني ما بيغامرش، هو بيتحفظ بشكل كبير جدا في نص ملعبه في حاله الدفاع، وبعدين بيبدا يعتمد على الكونتر اتاك في حاجات المرتده السريعه اللي يقدر يباخد بيها النادي الاهلي، او الحاجات اللي الكور الثابته برضك بيستعمل الكورنر بشكل كبير، الفاولات الجانبيه والمباشره ليها بعض التركات بيقوم بيها. اكيد كمان عنده جون انتوي لعيب بشكل جيد. فاكيد اكيد هو هيعتمد على جزئيه دي ميدو بشكل كبير، ان هو عنده احمد علي مهاجم يعني لعب قدام الاهلي وسجل مع المقاولين العرب. لعب احمد علي ولا لعب جون انتوي؟ صعب يلعب الاثنين. والله ممكن يلعب بالاثنين، يعني صح. ممكن يلعب بطريقه 4 4 2، مفيش حد لا جون انتوي ولا احمد علي يعرف يعمل اللي. يعني 4 4 2 قصدك؟ ممكن يلعب، ممكن يحط في الحسبان واحد مش سريع، مش واحد شكل. قوي، واحد مش محطه شكل. يقدر يقول لك المدربين اللي زي دول ما بيغامروش خصوصا في مباراه ضد الاهلي يعني. لكن دي انا في رايي دي استراتيجيه المدير الفني للبيراميدز، ان هو مش هيقدر يغامر مع النادي الاهلي من بدايه المباراه، هو لازم يقص النبض ويشوف الوضع رايح بيه لفين، واخد بالك، ومن خلال بقى رؤيته الفنيه والتكتيك اللي هو بيلعب بيه
يقدر يتعامل ازاي مع النادي الاهلي. لكن طبعا تجربه صعبه بالنسبه له اكيد. هو ما كانش يتمنى ان هو يبقى من باب النار زي ما بيقولوا. اول تجربه ليه مع النادي الاهلي وفي كاس مصر ومباراه واحده بس. والله كابتن احس ان هو كان بيتمنى حد يطول. يعني يطول. خسر النادي الاهلي. هو طبعا معلوش لوم اكيد مع مجلس الاداره متفق معاهم على المده او العقد اللي هيقعد معاهم. لكن بالنسبه له المباراه دي بيعتبر يعني تعارف بينه وبين اللعيبه وبين مجلس الاداره. فانا شايف ان هي يعني جات له في توقيت في بعض المدربين يتمنوا ان هو ياخد هذه التجربه أكيد. وبعض يقول لك يعني ما كنتش اتمنى ان اقع في الاهلي في البدايه، اقع في حاجه تانية اقدر اكسب وبعدين اكمل المشوار. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن كانت تتحط في الحسبان يعني. ان شاء الله تكون نتيجه في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله بشكرك شكرا جزيلا. كل سنه وانت طيب. سعيد جدا وجودي معاك يعني. ربنا يخليك. انا دايما بسعد بيك وبتشرف بيك. شكرا كبير جدا في الملاعب وبره الملاعب. الله يكرمك يا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا جدا لحضراتكم. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير الكابتن ماهر همام مدير تحرير اليوم السابع الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت. هيكون ضيف محمد سعيد في الاهلي الليله بعد الفاصل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ومع الف سلامه.